ينضم إلينا من غزة مراسل الغد حازم البنا. إذا حازم، تتوالى المسيرات وتتفاعل، ما هي الإجراءات اليوم وما هي ما هو حجم المشاركة طبعا؟ نعم، نحن نتحدث اليوم عن المسير البحري 19 الذي ينظم منذ أكثر من 3 شهور هنا على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة، وهذه الفعاليات البحرية تندرج ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار المستمرة منذ أكثر من 7 شهور. طالما أننا نتحدث عن المسير البحري، من المهم أن نذكر بأن جيش الاحتلال اعتقل صباح اليوم 2 من الصيادين في المناطق الجنوبية في رفح وصاد مراكبهما، وهذا انتهاك من أجله يخرج اليوم المواطنون. ليس فقط هذا الحدث، حدث الاعتقال، هناك أكثر من 63 صياد منذ بداية عام 2018 اعتقلوا لدى سلطات الاحتلال، وما زال منهم 6 صيادين موجودين في المعتقلات الإسرائيلية. ولكن الانتهاكات بحق الصيادين بشكل عام هي ما تدفع قطاعات كبيرة من الصيادين للمشاركة في هذا المسير البحري المطالب بالدرجة الأساسية بكسر الحصار عن قطاع غزة، وأيضا موضوع معاناة الصيادين المستمرة عبر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقهم. اليوم في هذه اللحظات تستعد يعني مجموعات كبيرة من الجماهير الفلسطينية للمشاركة في هذا المسير البحري الذي تنخرط فيه العشرات من قوارب الصيادين. ربما بعد لحظات تأتي هذه القوارب من ميناء غزة باتجاه هذا المكان، ولكن إلى جانب هذه المنطقة البحرية هناك أيضا مسير بري في المنطقة الشمالية يشارك فيه أعداد كبيرة من الشباب يقومون بمقارعة جنود جيش الاحتلال، وجيش الاحتلال كما هي العادة يقوم بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيلة للدموع، الرصاص الحي والرصاص المطاطي، مما يوقع عدد من الإصابات كما يحدث في المسيرات البحرية وأيضا المسيرات البرية المرتبطة بمسيرات العودة. ولكن الرسالة في هذا المسير البحري 19 والتي حملت عنوان مقاومة نحو الحرية لها علاقة برسائل توجهها الفصائل والجماهير الفلسطينية استنادا إلى مشروع القرار الأمريكي الأخير الذي فشل في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم يعني يستطع أن يمرر هذا القرار ويدين مسألة النضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. نعم، اليوم يوجهون رسالة بأن هذه المقاومة هي حق مشروع، كفلته الشرائع القانونية والدولية، وبالتالي الأهم من ذلك كله أن الفصائل تمهل جيش الاحتلال يعني بعض الوقت حتى ينفذ هذه التفاهمات التي أبرمت بشأن الهدوء الميداني مع الجانب المصري، ويهددون بأنه إذا ما استمرت مماطلة إسرائيل بتنفيذ هذه التفاهمات ستأخذ هذه المسيرات منحى تصعيدي. شكرا جزيلا حازم البنا مراسلنا من غزة.